قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بوحيبح أن مراكز العزل في المحافظات المحررة والتي تصل إلى 16 مركزا تم تجهيزها بما يزيد عن 100 جهاز للتنفس، بالإضافة إلى رفدها بالمعدات والأجهزة اللازمة من أسطوانات الأكسجين والأدوية ومستلزمات السلامة المهنية. وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة المؤقتة عدن أن هنالك 4 مراكز أخرى سيتم إقامتها في كل من عدن وحضرموت ومأرب وأبيان. الأخوة الإعلاميين في هذا اليوم لكي نطلع الجميع على الوضع الصحي الحالي في الجمهورية اليمنية وعلى ما نواجهه اليوم من انتشار وباء كورونا وما تكون به وزارة الصحة والجهات المعنية وما هي التحديات التي أمام الجميع. وفي البداية أحب أن أشيد وأشكر أخواننا وزملائنا من الكوادر الصحية في الجيش الأبيض الذين يواجهون بكل بسالة في كل الأماكن هذا المرض، وهم نعرف أن لديهم صعوبات كثيرة لكنهم يواجهونه بكل بسالة، ونحن نعمل على توفير ما يمكن لهم من إمكانيات، ونعرف أن في بعض الصعوبات لديهم ونحن نحاول جاهدين العمل على حلها. الحقيقة أنه منذ حوالي شهر بدأت الحالات تزيد وتكسر حاجز 10 حالات، وبدأنا نستشعر أننا دخلنا في الموجة الثانية. ومنذ تلك اللحظة عملت الوزارة على رفع الاستعدادات في مراكز العزل، حيث يوجد لدينا ما يقارب 16 مركز عزل على مستوى المحافظات المحررة، وهذه المراكز قامت الوزارة بتزويدها بالإمكانيات التي لديها من حيث توفير وسائل الوقاية، توفير أسطوانات الأكسجين، حيث تم توزيع ما يقرب حاليا وزعت ما يقرب كان في الأول 2000 أسطوانة، ونعمل على توزيع حاليا مع الشركاء على توزيع عدد إضافي لكي نقوم بتغطية هذا الاحتياج الضروري. أيضا قمنا حاليا توزيع أجهزة التنفس الصناعي، حيث قمنا بتوزيع ما يقرب حوالي 100 جهاز على مستوى كل المراكز مراكز العزل. وأيضا كان في بداية شهر 1 قامت الوزارة عبر قطاع الرعاية بتدريب الكوادر الصحية الذي يعالجوا في غرف العناية المركزة، قاموا بدورات حول تدريب الكوادر الصحية التي تعمل في المراكز الصحية على أساليب العلاج الحديث وكيفية يقوموا بالتعامل مع الحالات الحرجة، حيث تم تدريب ما يقرب من 100 كادر من العاملين في المراكز الصحية هذا. أيضا قمنا بزيادة عدد المراكز كان 16، وقمنا أضفنا 4 مراكز عزل جديدة على مستوى الجمهورية، ونعمل حاليا على تجهيزها. أحدها مركز في مستشفى الصداقة نعمل حاليا على تجهيزه في عدن، ومركز في حضرموت، ومركز في أبين، ومركز تقريبا في مأرب. وهكذا إن شاء الله يكون معنا 20 مركز عزل، ونعمل على توفير الإمكانيات الحالية فيها. وصلت إلى يومنا هذا ما يقارب 91 حالة يوميا أو ما يقارب 100 حالة في اليوم تسجل، وحوالي 10 حالات وفيات، وهذا نعتبره رقم كبير بالنسبة لنا، لأنه حاليا ما يسجل أو ما يوصل إلى المراكز الصحية هي نسبة بسيطة من الحالات التي موجودة في المجتمع، أي لا تساوي 10%. فبالتالي نتصور أن المرض منتشر بشكل أكبر. إذا كان ما يسجل 100 حالة فنتصور أن الحالات الموجودة في المجتمع أكبر منها بعدد كبير، حيث ليس كل المرضى الذين يصابوا بالمرض يقوموا بالذهاب إلى مراكز العزل أو يقوموا بعمل اختبارات فحص البي سي آر. الحقيقة أن الإشكاليات كبيرة، والوضع الذي نعاني حاليا وضع صعب على مستوى الجمهورية، وبالتالي محتاج إلى تعاون كبير، تعاون من الجهات الرسمية، تعاون من الجهات الشعبية، وتعاون من الجهات المانحة، وهذا ما نبحث عنه ونعمل عليه. قامت قبل يومين اللجنة العليا للطوارئ بإصدار عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية،
وقد بدأ تفعيلها في كثير من المحافظات، وهذه هي الإجراءات التي كنا نطالب بها في وزارة الصحة منذ شهر، ولكن استجيب لها مؤخرا وبدأت المحافظات تعمل على تطبيقها. ونعتقد أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية سوف تعمل على تخفيف من عدد الحالات، حيث من مراكز العزل لا تستطيع أن تستوعب الحالات كلها. الحقيقة ما نود أن نقوله أننا نوجه رسالة أولا إلى أخواننا المواطنين وأبناء شعبنا أنه لابد من الحرص على الإجراءات الاحترازية والوقائية قدر الإمكان. نحن نعلم الصعوبات الاقتصادية التي نعاني منها، وبالتالي لا يمكن أن نطبق في بعض الأماكن الحظر الكامل أو كيف في صعوبات فيه، لكن علينا قدر الإمكان أن نلتزم بالإجراءات الصحية والوقائية، وأن نقلل من العادات الخاطئة مثل زيارة المرضى أو المشتبه بهم بإصابة بفيروس كورونا، حيث هذا وجدنا من خلال متابعة كثير من الحالات أن معظمها قام بزيارة أو بالاختلاط بحالات مشتبهة. ونتمنى أن تكون هناك مبادرات من رجال الأعمال، مبادرات من الشباب، مبادرات من منظمات المجتمع المدني للتعاون مع وزارة الصحة والتعاون جميعا في كيفية احتواء هذا المرض. أيضا نوجه نداء إلى المنظمات الدولية المانحة أو الأشقاء والأصدقاء أنهم يعلموا الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصحي في اليمن، فنتمنى أن يكون هناك دعم عاجل خصوصا في مراكز العزل وفي المستشفيات التي لديها صعوبة في بعض الأجهزة مثل أجهزة التنفس الصناعي وفي محطات الأكسجين وفي أدوية العناية المركزة. هذه أحد ثلاثة أوجه نعتبر أنها من أهم الأولويات التي لدينا فيها ضغط كبير ولدينا فيها معاناة.